عاوز ابارك، تسلم يا دكتور، عاوز كل الناس تبارك لك، ربنا يخليك يا دكتور. لان الناس لما بتتاخر في الحمل بعد سنه او باتنين بتفقد امالها، بس انت امل، اسم على مسمى، انت اسمك امل، الحمد لله، وانت امل حقيقي، الحمد لله. الناس لما بتتاخر 3 سنين 4 سنين 5 سنين، انت كام سنه تاخير؟ 10 10 سنين. لما الناس تعدي ال 30، طب ال 40، طب 41، طب 42، طب 43، طب 44، طب 45، طب 46، طب 46 وكام؟ وست شهور. يعني معنى كده انه موجود في الامم. هنا انا شفت حالات والله 52 سنه ونص، وحوامل بايد ربنا الحمد لله فقط. ده معناه ان احنا هنفضل نجتهد لغايه اخر نفس في عمرنا، لانها بايده وفي علمه فقط. يا دكتور انا جايه ومحرجه من سني، وجايه عشان شفت فيديوهاتك وحضرتك اللي عطتني فعلا الامل ان انا احاول تاني، لان انا اجهاض 3 مرات، مرتين طبيعي ومره حقن من غير ما اعرف السبب. القصه بقى بتاعت نحرج من سننا ليه؟ كان امتى السن عيب؟ لان في دكاتره بتقول خلاص. كان امتى السن عيب؟ مش احنا اللي بنقول، الدكاتره بتقول اللي خلاص. اللي ربنا يقول عليه حرام وعيب هو ده فقط. ربي بيقول وهو علي هين. الحمد لله رب العالمين. واحنا بنجتهد لانه في علمه الازلي لا نعلم. الحمد لله. ما ينفعش نقول لحد ده انت عقيم وعاقر الا لما ينتهي اخر سنوات عمرها وهي ما خلفتش، قطعت الدوره. ده في ناس دورتها بتقطع وبترجع تاني عشان تنبئنا وتعلمنا ان كله بايد ربنا وهي حامل. فمبروك. تسلم يا دكتور. مبروك وعقبال كل الناس. وعقبال كل الناس. وعقبال كل الناس يا رب. ان شاء الله. وعقبال كل الناس. الفرحه عامله ازاي؟ انا مش مصدقه. بس الحمد لله رب العالمين، مش مصدقه بجد والله، بس الحمد لله. بس كنت متاكده ان ربنا مش هيخذلني. خلاص. وربنا هيرضيني. ربي بيقول متأكدة. في الحديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي. الحمد لله. ان كان خيرا فخير. الحمد لله رب وان كان العالمين. شرا فشر. شوفي قد ايه الحديث لله. واصل. فلا لله. دايما ندعو الله ونحن ايه موقنون بالاجابه. بمعنى ايه؟ رب العالمين. عندنا يقين في الله انه هيحصل ان شاء الله. الف مبروك. تسلم مبروك يا دكتور. مبروك تسلم مبروك. تسلم يا دكتور.